أي مصر بتسمي شوارعها على أسماء شخصيات أجنبية، التسمية في الأساس هي نوع من أنواع التكريم، يعني لما ربنا يرزقك ولد بتسميه على اسم والدك تكريما لوالدك، أو بتسميه على اسم صاحبك تكريما لصاحبك، أو بتسميه على اسم حماك، لا مش تكريما ولا حاجة، عشان مراتك هي اللي عايزة تسميه. وفي حقبة الخمسينات والستينات عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان متعود دايما يعمل علاقات وتحالفات مع دول كتير زي دول الاتحاد السوفيتي والهند، تكريما لذكرى حكام البلاد دي كان بيسمي اسماء الشوارع والميادين على اسمهم، زي مثلا محور جوزيف تيتو، وجوزيف تيتو كان رئيس ليوغوسلافيا في ولاية الرئيس جمال عبد الناصر، وكانوا الاتنين اصدقاء جدا، ومن خلال الصداقة دي نتج عنها اتفاقيات كتير بين البلدين، وفضل جوزيف تيتو مدافع عن مصر وحقوقها خاصة في سنوات احتلالها. وهتلاقي كمان في القاهرة ميتان سيمون بروفار اللي موجود تحديدا في جاردن سيتي، وبوليفار كان رمز للحرية والتحرير لكتير من الدول بما فيها مصر، لما قاد حركة التحرير لكسر الاستعمار الاسباني في القرن السادس عشر، واللي وقتها كان بيدافع عن حقوق بلدان امريكا اللاتينية زي بلده فنزويلا، وكان سيمون بوليفار رئيس لثلاث دول مختلفة كولومبيا وبيرو وبوليفيا. هتلاقي كمان من ضمن الشوارع دي شارع نهرو، ونهرو كان المناضل والمناهض للاستعمار، وكان رئيس وزراء الهند الاسبق، ونهرو كان صديق وافي جدا لمصر، واسس حركة عدم الانحياز سنة 1961، واللي كانت بتدعم قضايا الدول النامية في جدول اعمال الامم المتحدة. وهتلاقي كمان شارع شامبليون، وده اللي اتسمى على اسم جان فرانسوا شامبليون، واللي بيقع في وسط بلد. وشامبليون كان احد افراد الحملة الفرنسية اللي جت على مصر في اوائل القرن ال19، وفي الفترة دي الثقافة الفرنسية مرت بحالة من الهوس المصري، عشان كده قرر العالم اللي والمستشرق الفرنسي شامبليون فك رموز حجر رشيد، وبيعتبر شخصية أساسية مؤسسة لعلم المصريات أو ايجيبتولوجي. الشارع ده اللي اتسمى على اسم رئيس وزراء إيران محمد مصدق، وعلاقة مصر بإيران ما كانتش منصبة على العلاقات السياسية بس، لأن في فترة من الفترات كان في علاقة نسب، لأن شاه إيران محمد رضا بهلوي كان متجوز الأميرة فوزية أخت الملك فاروق، ولكن ما كملوش مع بعض. ولو تعرف انت اسماء شوارع تانية ياريت تقولينا.